يا عميد اهلين سهلين. اهلين فيك يا حبيبتي. تفضلي تفضلي. تسلمي. رح ساوي لك شراب الورد، شو رايك؟ والله ما بيجيب الورد الا الورد. الله يخلينا ياكي. طولي عمرك. قلت لحالي يا ست شهيره بيجي بزوركم وبطمن عليكم وببارك لكم بشغلكم الجديد. الله يبارك فيكي ويخلي لك ويحمي لك مطيه. لولا كنا تعذبنا كتير لقدرنا نبلش بالشغل. آخ شو بدي قلك، يقبر قلبي مطيع الله يرضى عليه، مبيض وشي من يوم يومه بين الخلايا، يعني هيك بحب يساعد الناس ويخدمهم، هيك الله خالقه صاحب نخوة حتى لو كان على حساب صحته ووقته، يعني وهيك صاحب نخوة خاصة لأهله وأهل حارته. والله عسلامته هالمطيع. الله يسلمك يا ميد. أهلين وسهلين سعاد خانم. الله يسلمك حبيبتي. يسلم. تفضلي جايلة خانم. يسلم لك. إن شاء الله مجاري الهنا. على قلبك يا روحي. مشغول بالي وعمول لحالي، أبو الرجاء تصاوب برصاص ولا ما تصاوب؟ تصاوب برصاصتين، واحدة منك وواحدة مني، بس ما بعرف ليش قلبي ماله مطمئن.
لك اطمن اطمن، ابو الرجاء اكيد سلم روحه لربه على قولتها كم شيء خشبه. بس بتعرف غلطنا انه ما قتلنا لهارون. شو بدك فيها؟ ده واحد لقلوه حقه قرش مبخوش اذا غري سوقه. المهم ابو الرجاء يكون مشي خشبه. مشي مشي مشي. بعين يا شيخ ابو راشد، تراه طالعين ولسه عبيه نفس، والزوم يتعالج بسرعه يا شيخ. خير خير، فوتوه جوا فوتوه جوا. عواد روح نادي الحكيم ابو مفلح. يلا تامر يا شيخ. على مهل على مهل. جزاكم الله خير جزاكم الله خير. كل ما نروح نشجع. يلا والله يا ست شهيرة، أخبارنا على حالة، ما في شي جديد. سعاد خانم، وردة شلونها؟ والله وردة لساتها عندي عم تستنى طلاقة من هذا اللي ما بيتسمى. يا علي أنا، يعني لهلأ لساتكن ناويين طلقوها من جوزها؟ اي والله والله بدي طلقة منه لو بقي بعمري يوم. الله يطول بعمرك يا سعاد خانم. المسامح كريم يا أم بشير، والحياة بدها تمشي. والله كل أهل الحرام يقولوا لي هيك، وأنا برد عليهم وبقول لهم لو كنتوا مكاننا كنتوا حسيتوا فينا وعملتوا أكثر مما عم نعمل. أنا ما بلومك يا عم بشير، مظهر بيك غلط وأنتوا معكم كل الحق، بس الطلاق ما بيحل مشكلة. على الأقل إذا اطلقت بتخلص من ذنبها تجاه أبوها من اللي كان السبب بقتله. معك حق يا سعاد خانو، معك حق. شو رأيك نغير هالسيرة ونقوم على غرفة الخياطة وتشوفي الشغل؟ والله يا ريت. ايه يلا تفضلي. يلا تفضلي سعاد خانو. يعطيك العافية. الله يعافيك شهيرة. تفضلي سعاد خانو. يزيد فضلك، يعطيكم العافية صبايا. الله يعافيك. بعرفكم على سعاد خانو، أمه لطيف اللي عم يجيب لنا القماش ويساعدنا. أهلا وسهلا سعاد. الله يسلمكم يا رب. شلون شايفتي الشغل؟ شلون شايفته؟ شي بياخذ العهد. بسم الله وما شاء الله. اوه شي بياخذ هذا؟ هذا هلا خلص طلبية صارت جاهزة. اوف 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 شي بياخذ العهد. بتعرفي أنا كأنه صرتكم 10 سنين يا الكرم. الحمد لله. ما شاء الله بكام ما شاء الله بكام. وما لقى إلا أخي يتقوى عليه. عم يعمل مراجل قدام أبو سليم وقدام عمه الجديد أبو حمدي. إن شاء الله بتتكسر إيده وإيد كل واحد بقرب على أخي. ونحن كمان ما سكتنا له، هي حبسناه. إيه صياح لازم يقضي طول عمره بالحبس. ما منقدر يا بنتي نحبسه طول العمر. على كل حال منقدر نطفشه من الحارة، وهالشي رح يصير عن قريب إن شاء الله. وقبل ما نطفشه لازم يطلقني. هو هيك إن شاء الله، هو هيك. يلا خاطركم. الله معك يا ميت. أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. إمتى ما أجيتي بتشرفي. يخلي لي اياك يا رب. وانتو كمان بتزوروني. ها أمانة نتشرف. سلمي لي على وردك. الله يسلمك حبيبتي. الله معك. الله يسلمك حبيبتي. يعني سألك أمانة عيدية إن شاء الله بتشرف. لا تطول عليها. يا لطيف يا شهيرة خانم، يا لطيف ألف الحمد لله أنها راحت مثل البلاطة وانزاحت عن قلبي. ولك ليش هيك عم تحكي علينا لسعاد خانم؟ يا شهيرة خانم أنت ما شفتي شي، بس أنا كل ما أطلع عليها حس بتقل وشلفت حناكي وأنا عم بتاوى. إيه لا الست سعاد ما في منها. يعني قولتك ما كانت عم تحسدنا؟ مو معقولة أنت يا مطيعة، أنت فهمانتيها غلط. أيوة
مثل ما عم تك شهرة خانم، يمكن أنا فهمت غلط. هلأ إذا عجبها شغلنا ولا ما عجبها شو نعمل لها؟ ما فينا نعمل لها شي يا خانم، فضايا القل هو الله أحد من عينا. يعني أنا اللي حسيته حبيت خبرك فيه وأنت تصطفلي. طيب يا مطيعة، أنت خبرتيني وما قصرتي، يعطيك العافية، روحي. أمرك شهيرة خانم. سامحوني يا شباب، لك شو هالحكي سيار؟ انت مالك ذنب اللي صار، وهالواطي عزه هو المحقوق. يا عدمي، لو انت واسعد ما دافعتوا عني ما كنتوا هون هلا. وكل الله بضاي، صار اللي صار، هيك الله رايد. الخناقة ما صار فيها لا سحب سلاح ولا في حدا مات، يعني كلها ثلاث ايام ومنكم برا، صغيرة. الله يسمع منك يا عدمي، الله يسمع منك. بس لا تاكلهم. بس طلعنا من هون، أنا إلي شغل تاني مع أبو عزه ومع كل مين بشد على إيده بالحارة. وانا معك صياح، وانا معك، لانه لازم يتغير كل شيء بالحاره. كفو. اي والله لازم نحاسب كل واحد. لك صياح وقف ضدنا بالحاره. لا تاكل همك، لا تاكل همك. كوكي سوي لنا شاي بمعيتك. لا تسيحنا يا شباب، يلا سواني. ها تقلا كرام. لو رحتي معي يا ورده وشفتي اللي شفته كنت عرفتي شو قصدي لما قلت لك السمع مو مثل الشوف. ما أنا مشان هيك ما رحت معك، لأني عرفانة إنه فايتين بشغل جديد، وهلأ بيكونوا متلبكين ومو عارفانين شو بدهم يعملوا، بصراحة. إيه أنا هيك كنت مفكرة قبل ما أروح وشوف يلي شفته ويلي عاملينه. ليش شو عاملين يا مو؟ عاملين غرفة للخياطة، وعندهم ماكينة وموصين على ماكينة تانية، وعندهم بدال الخياطة ثلاثة. ما شاء الله، شغلهم أحسن وأحلى من أحلى خياطة بالشام. ما شاء الله. ست شهيرة طول عمرها هيك بتفهم، ولما تحط براسها شي بتساوي. اي والله يا بنتي، اي والله، والله مأكرمة بخياطة بسم الله عليها، شاطرة وفهمانة كتير. مشان هيك الله يبارك لهم ويرزقهم ويهنيهم بشغلهم يا رب. آمين يا رب. الله أعلم، يقولون من المدينة. طيب مناهل، مين هو اللي مسوي فيها الشيء؟ ما حد يعرف. المسكين الله يكتب له الشفاء ويعود لأهله سالم غانم. آمين. يلا يا رب. لوين؟ أريد أروح لعند هلي وباشر أجي لعندش بإذن الله. بخاطرك. الله وياك. Thank you.
اسمع يا راشد، اسمع يا عواد، الزوم حدا يظل مساهر عنده كل الليل وما تغفى عينه أبد. أنا ظل يمه يا شيخ، ولزم الأمر أنا أدعي على الحكيم أبو مفلح. بارك الله بيك يا عواد، بارك الله بيك. الضيف ضيف الله يا شيخ. وأني ظال مع عواد يبا، لأن الضيف حالته صعبة كثير ويمكن ما يصبح. وكل الله يا وليدي وكل الله، ما تعرف يجوز ربك ينطي عمر أكثر مني ومنك. صحيح يا طويل العمر، لكن الرجال حالته صعبة كثير، هذول فشكتين ومهن بسهلات ونزف دمه وهو على الطريق كثير. يا وليدي قلت لك وكل الله وكل الله. توكلنا على الله. يلا أنا روح، ما وصيكم خلكم صاحين. يلا تعرفي يا مو، أخوك مطيع ماله بالعادة يتأخر هيك. بيكون انشغل بشي شغلة يا مو وتأخر. بشو بده ينشغل هلأ؟ على حظي لأنه أنا بدي إياه صار بطل يجي على البيت بكير. طيب احكي لي يا مو، شو بدك من مطيع؟ هلأ وقت بيجي بتعرفي شو بدي منه. مثل ما بدك. يتأخر، تأخر كتير. بدي إياه؟ شو عم تعملي؟ عبارة يا عم فيش؟ لا سلامتك أمي. ياما أنا قررت أفتح مشغل خياطة هون بالبيت عندي. أوف، مشغل خياطة؟ إيه مشغل خياطة، وين المشكلة؟ لا يعني هي ما لها مشكلة، مشكلة بس يعني والله كأنه هلا مو وقتها. ما هي ليش مو وقتها؟ هلا أول شيء نحن يعني ما معنا مصاري لحتى نفتح مشغل، بعدين يعني كمان ما معنا مصاري لنشغل شغيلة ونحاسبه. يا مو أنا ما بدي جيب 10 خياطات و10 ماكينات ونعمل مثل الست شهيرة. نحنا منجيب ماكينة واحدة ومنشتغل عليها. مشهيرة خانم جايبة ماكينة واحدة مؤقتا، بدها تشوف شو الوضع مشان إذا زبط مع الشغل رح تجيب أكتر من ماكينة وتكبر شغلها. إيه خلاص، ونحنا منجيب ماكينة ومندبر حالنا وبعدين منكبر الشغل. مثل ما بدك يعني، أنا ما عندي مشكلة، بس وين بدك تستنيني لبعد رمضان؟ ها ساعتها بعمل لك شو ما بدك. لبعد رمضان؟ إيه. إيه وينك وين رمضان؟ أمي قسما بالله الشغل اللي فوق راسي، يعني ما عم بفضحك راسي أنا؟ خلصنا أخي، خلصنا يا مو، استني لبعد رمضان. إيه يعني مو بيان كثير شيء لرمضان قربت، وينكم أنا كثير جوعان، قايم غير ثيابي وجاي أتعشى، إيه؟ طولي على شغل. قومي يا مو، تعشى لأخوك يا أمي. حاضر يا مو. بدي يفتح مشغل خياطة، بدي يفتح مشغل خياطة. ايه نام بالكركون هو واسعد وعتمه. يبعث لي حمى على حظك العاطر يا ريحانه، اكيد عفاف لها اصبع بالموضوع. يبعث لها قتلها ان شاء الله وردان الشر والمنعره من امها الله يرحمها. يا جماعه يلي صار مقدر ومكتوب وما بيقدر حدا يوقفه، انتظروا على خير. وانت من اهلي وابن عمي. تعرفي يامو منيح اللي راحت اختي من البيت. وليش بقى؟ مشان يروح النحس. انت ليش عم تحكي هالحكي عن اختك؟ يامو يعني معقول ما صارها غير شهر متجوزه يفوت جوزها على السجن؟ اي والله ما صارت. اختك وشها خير علينا وعلى كل الناس، فهمتي ليه؟ مزبوط، كثير وشها خير علينا وعلى كل الناس. منيح اللي الله يسر لها وراحت. الحمد لله يا رب. قومي قومي شيلي هدول واجري الجليات بالمطبخ. يلا حاضر يا عم.
شو يا مو؟ يا مو حاسة إنه ريحاني أدمة مو خير علينا بنوب. شو إجا لبالك تحكي هالحكي؟ إيه ما بكفي إنه أخي محبوس؟ البنت مو ذنبها. العالم بتقول إنه في نسوان أدمة خير على رجالة وفي نسوان أدمة نحس. سكري على هالسيرة وإياكي تحكي شي قدامها. إيه شو مجنونة أنا أحكي قدامها؟ إيوه نقدر نجهده. والله أنا شايف حالته صعبة. أي بالله صعبة وأمك لين أمره لله. لا إله إلا الله. عواد. هلا الشيخ هلا. وش الأخبار؟ والله كل الليل نايم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو ريحانة؟ شايفتك متضايقة كتير. أي خايفة على ابن عمي فتحية. تقبري قلبي يا ريحانة شو بنت حلال. صياح زوجي وأكيد رح خاف عليه وآكل همه. الله يرضى عليك يا حق ويا هالقصة على خير. آمين يا رب. ريحانة إذا ضايق خلقي كل حد صلي عند أهلك شوي. حاضر مرت عمي. بس لا تتأخري الله يرضى عليكي. خلص قبل المغرب بكون عندك أكيد. وسلمي لي على أهلك كتير كتير. الله يسلمك يا رب. عن إذنكم. الله معك مع السلامة. الله يفك أسرك يا أخي. آمين يا رب. آمين. يا الله يا رب. أهلين أبو هاشي. أهلين أبو حمدي. الله يسلمك إياك. أهلين أبو سليم. تفضل. حبيب يا مري صار لازم تجيب شغيل جديد وتسلموا الشغل بدال شغيلك اسعار وانت مين طلب رايك ده يا ابو حبيب فوق مالي كان همك وهم سمعتك اللي كان رح ينزعلك يا هذا الاسعار اسعار اوعى اسعد ماله اسعار يلي عمله هو وعتمه شي بيرفع الراس المشاكل بالحاره والتعدي على الناس هاي شغلات بيرفع راسك ابو حمدين اسعد وعتمه ما تعدوا على حدا ردوا التعدي اللي كان عليه هون ودافعوا عن صاحبهم صياح مو ارسل منهم الا صاحبهم صياح قوم انقلع من القهوه ولا قوم ايه شو عليه شو عليه يا ابو حمدي طيب ست ما يرد طول بالك طول بالك لا شو طول بالك ويضربوه هيك مقطع عوان حمدي قال لمرات اسعادي لا حول ولا قوه الا بالله
تحت الله وتحت الله يا الخالي. والله يا مو حماتي لحد هلأ ما بين غير كل خير منها. بس أكيد أكيد بنت حماك عم تشتغل من تحت لتحت. شنو يبعث لهم حمى بنات الأحمق ما بيحبوها للكنة منو؟ لك آخ والله مسكينة وهم كبير يا ماجدة. إيش وقليلة تتطلع من زوجها يلي طلع قليل الأصل وتخلى عنهم وهن بهيك حالة؟ لا والله يا مو مو قليل ابنه. المهم أنتي ما عدتي تخافي من جوزك مثل قبل مو هيك يا مو؟ الله يفك أسره يا رب. آمين يا رب. إن شاء الله بكرة بيطلع من الكركون وبيرجع لك ليك أختي. إن شاء الله. ما أجا يا ما أجا ونام عند أهله. ليكون مقرول انه ما عطينا مفتاح البيت مشان يفوت ويطلع على كيفه. هلا هو ما جاب هيك سيره بس ليش لا؟ شو المانع يا مو ما نعطيه مفتاح البيت؟ شو المانع؟ لك هذا واحد بضل غريب عنا، معقول يا بنتي ما بصير يكون معه مفتاح البيت؟ ايه بس يا مو صبري جوزي يعني مو حدا غريب. هلا يمينا من سيرته بعدين بنحكي فيها. قومي لحتى نجهز الغداء قبل ما تجي اخلاص خانم وبنت عمك امينه. يلا هلا اعطيه مفتاح البيت. هلا انا ندمانه لانه اعطيته فهميه، بدي اعطيه مفتاح البيت كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني متأهلة وسهلة فيك. الله يسلمك حبيبتي. خلي لي اياك يا رب. تسلمي. ايه ها نور البيت. البيت منور بصحابه. اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله ما شاء الله بياخذ العقل. بتعرفي شهيرة عم يعطي لحى لأبوه الله يرحمه. الله يرحمه. اي والله. شو وينها مطيعة؟ ماني شايفتها. مطيعة بغرفوف الخياطة مع نوري. خلص سلم عليهم وبرجع لك. خلاص تصرفي بيت بيتي حبيبتي. عطيني الأمر يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أهلين. الله يسلمك حبيبتي. كيف الصبايا إن شاء الله بخير؟ الحمد لله بشكر رب العالمين. كيف الشغل؟ الحمد لله تمام. إيه الحمد لله. شو رأيك تعملي لي فنجان قهوة؟ بنت عدياتك الحلوة. مو على عيني. أهلا وسهلا. تسلمي يا مقدمة يا موجبة. تفضلي تفضلي سعاد خانم. معك حمى عليك يا شهيرة خانم. عم عزبك كثير بعز الدين أنا. بعيد الشر لا عزبتيني ولا شيء. شكله هلا عم ينام. إيه هلا أنا برجع باخده منك بس لساوي له قهوة لسعاد خانم. يو بدك تساوي له قهوة؟ إيه والله عيب. لسا هلا فاتت المخلوقة. الله وكيلك هي يلي طلبتها. شكلها ما بدها تطول القعدة عنا اليوم. ايه خلص روحي ساوي لي قهوة وانا رح نايم ميسودين ونادي لها. الله يخلي لي اياكي وما يحرمني منك يا حق. انا ورثت كار الخياطة عن امي وكنت اشتغل معاها من انا وصغيره وهلا صار لي 6 سنين بشتغل لحالي. والله باين عليكي من مسكتك للقماشه وتحريكك للماكينه معلمت خياطه بنت معلمه. الله يسلمك يا خانو. دخلك بدي اسالك لو فيك ترد غلبه مني وقله ذوق يعني قد ايه بتطالع هالشغله؟ شوفي يا خانو ما بدي اخبي عليكي هي الشغله اذا الواحد عرف يشتغلها منيح وعرف شو طلب التجار بالسوق بتطالع كثير. ايوه ايوه. واذا كان مدهره وعرف يصرف البضاعه برات الشام بزيد المربح ضعفين. يعني فيك تقولي انه ربحها مضمون وهالشغله ما فيها خساره بنو؟ نوب نوب يا خانو. واذا صار وان شاء الله ما بيصير
تخسري شوي من حق الماكينة. ايوه ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. شو بدك بهالحكي وكثر الأسئلة مع الخياطة؟ شلونك يا مناهل؟ يا هلا ورحب. ما صح الغريب؟ لا بالله ما صح. وعواد وراشد ما ناموا الليل وهم مسهرين عنده. راشد؟ لويش راشد يساهر ما دام عواد موجود؟ على هونج على هونج. وش في راشد؟ ما هو برجال؟ لا بالله رجال. رجال وزينة الرجال. العاد ايش قصدك؟ أقصد السهر. إي والله السهر، السهر يهد الحيل يا منال. إي بالله صدش منال، وش بيتش؟ السهر يهد الحيل. إي 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 خدي يا خانم هذا الدواء، بتاخدي منه مرتين كل يوم، مرة لما بتصحي من النوم والمرة الثانية قبل ما تنامي بساعة. طيب أنا شلون ساوي هذا الدواء؟ شوفي يا خانو، بتاخدي من هذا الدواء قدر معلقة صغيرة، بتحطيهم بدولة قهوة مع شوية مي وبتخليهم ليغلوا يغلوا يغلوا كتير منيح، بتطفي تحتهم، لما بتطفي تحتهم تستنيهم لحتى يصيروا هيك فاترين، بتقومي بتصفيهم وبتشربيهم. وبإذن الله بإذن الله فيها الشفاء. تشكرات انساي، تشكرات. ولو يا خانم، نحن بالخدامة. يعني بإذن الله هالدواء حيجيب نتيجة انساي؟ منقول يا رب، هذا الدواء مجرب وأكيد أكيد رح ينفعها ورح تحبل وتجيب أولاد إن شاء الله يا رب. يا رب يا رب عطيني ولد يا رب. الله كريم مرت أخي، الله كريم. يسلموا هالإيدين أمينة خانم. صحتين وهنا انساي. لك تقول شو قلبي. شو سعاد خانم، بعينتك حبيتي شغلة الخياطة؟ اي والله انا حبيتها كثير، ومشان هيك انا جايتك بموضوع بخص هالشغلة. موضوع شو يا ستي؟ انا حابة اكون شريكتكم اذا ما عندكم مانع، لانه في الي غرض من وراء هالقصة. هلا هو القصة مو انه عنا مانع او ما عنا مانع يا عم بشير. لكن شو؟ أول شيء نحن مو بحاجة لشريك يدخل معنا، الحمد لله ماليتنا منيحة وقادرين نشتغل لحالنا. وتاني شيء نحن لساتنا بأول الطريق، يعني شغلنا لسه ماله تمام وما كبر مثل بقية المشاغل. يا ستي معه معه بيكبر إن شاء الله، بس يكبر بيكون لنا حديث تاني. طيب وأنا عم بستنى. تفضل شربي قهوتك يا ميت. اهلا وسهلا بالمهلي يا رب حبيبتي. ايه بس يا ابو محمود، نحن التهينا كثير عن موضوع فيصل. انا لهلا ما بعرف شو فوتوا على الحاره ولسه ثابتين عنه. ما فينا نعمل شيء. ليش يعني؟ لانه اشترى بيته لكداس. ايه كداس مهدور دمه، لازم ما نخلي حدا يشتري بيته. هلا اللي صار صار، شو بدنا نعمل؟ اسمع، خلينا نجتمع عند المختار ونقرر شو بدنا نساوي مشان فيصل وكداس وحارق. اي بس معيتك ما صار بيك، خلي الاجتماع عندك احسن. عندي عندي بس ليش؟ يعني لانه المختار يا دوب يحل مشاكله، مو فاضي يحل لنا مشاكلنا. لا محمود ما حبيتها منك النوم. نحن لازم ما نقطع المختار، لازم نوقف جنبه ونحل له مشاكله مشان هو كمان يحل مشاكلنا. هيك قولتها؟ لك أنا. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا يا ولد اضل لي يا خبزات، اضل لي الطحينة، خلينا سكر حسينا. يلا طفي طفي. الحمد لله الحمد لله فتح عيونه. وين انا؟ انتو مين؟
حنا اخوتك يا الضيف، انا عواد وهذا الحكيم ابو مفلح وهذا الشيخ ابو راشد. الحمد لله على سلامتك يا الضيف. لا تحكي كثير مشان ما تتعب. يا الحكيم يصير ياكل؟ يقدر ياكل بس شوي شوي. مي مي بدي مي. خلف جيب المي، خلف جيب المي. تامر يا عمي تامر. الحمد لله الحمد لله. بسم الله اشرب. الحمد لله الحمد لله. خلف الزاد بسعي خلف. بالحال يا عمي بالحال. ان شاء الله يتعافى بسرعه ويرجع لاهله. على طاري هلو وكاد الحين يدورون عليه. ان شاء الله يطيب ويرجع لهم سالم غانم. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله الضيف سحب وزال عنا الخطر. الحمد لله الله يشفيه ويعافيه ويرد اهله سالم غانم. امين يا رب العالمين. يلا بخاطرك. شمسة خليش تغدي معاي. امي ناطرتني وبدي اكل معاها. عوافي. الله يعافيك. مع السلامه. ما تزعلي مني يامو، بس ست شهيرة معها حق بالكلام اللي قالت لك اياه. لا يامو ما معها حق. ليش؟ الست شهيرة بحق لها تعمل اللي بدها اياه ونحن ما بحق لنا؟ بلا بحق لك يامو، بس لاقي شغلة تشتغليها لحالك، مو كل الناس بتقبل الشراكة بالشغل مثل ما عرضتي على الست شهيرة. يامو أنا حبيت كارل خياطة كثير، وبس يجي أخوكي مطيع راح أقول له يجيب لنا كل شيء بنحتاجه لنفتح مشغل. بس إذا فتحتي مشغل يامو رح تحرجي مطيع قدام الست شهيرة، غير إنه لا أنا ولا أنتي منعرف بكارل خياطة. لا غلطان كتير يامو، أنا اللي بفهم بكارل خياطة وما حدا بالدنيا قدي. عن حقها أنتي بتعرفي بهالشغلة يامو؟ طبعاً يامو، وستك الله يرحمها قبل ما تتوفى علمتني كل شيء. يعني ستي كانت تخيط؟ معلوم، كانت أحسن خياطة بالشام كلها، وما تاخدي بدلات العرايس إلا من تحت دياتها. الله يرحمه. تعيشي يامو. أنا لازم أروح على شغلي ما بدي أتأخر. ماشي يامو الله معك. سلمي ايديكي يا عمي. صحة وهنا تقبرني. صحة أخي. تسلمي. بنت عمك أمينة والست إخلاص حبونا كثير، نحن كمان حبيناهم. يا ريت كل يوم تجوا تزورونا. انا ما عنده مشكلة عازمين الخانو كل يوم يجي، بس انت لازم يجي لعنا. باذن الله رح نجي كل يوم. ويا ريت امينه كمان تضل عنا مثل ايام زمان. توبشين. ابن عمي فاخر ايش ما قال روى عليه الغداء. والله فاخر راح على الارض وقال انه بده يتاخر، لهيك جبت مرت اخي واجينا نتغدى معكم. كل الاحوال بتنوروا، بيتكم ومطرحكم. انت كمان تعال لعنا مظهر. انا؟ ايه انت. اليوم رح يجي لعندكم يا أمينة. أميت أهلا وسهلا، بتشرفنا ابن عمي. بالمهلي. تفضلوا يا جماعة مدوا إيديكم. يسلموا إيديكي كتير طيبين. أنا لازم أروح قبل ما تعتم العين علي. طيب خليكي نامي عنا اليوم ريحانة. حبيبتي مرت عمي قالت لي زوركم ونام عندكم، وانا وعدتها انه ما اتاخر عليها. يا مو ابقي طلتي علينا ما تتركينا هيك. ها ان شاء الله يا مو. ان شاء الله. يلا بخاطركم. الله معك. مع السلامه يا قلبي. مع السلامه. هلا هيك بده يصير فيي بس اتجوز. يو وشو بده يصير فيكي يا بعدي؟ والله بدي امشي على مرق جوزي وبيت حمايه. لك بدك تمشي على مرق حالك؟ لا مو هيك قصدي يا مو، بس مو ضروري اذا بدي نام عندكم او بدي اتاخر عندكم يعملوا لي خناقه هالقد قدها. ما بصير الحرمه تنام برات بيت جوزها، ايش كان جوزها ما عاطيها الاذن. هيك لك. ايه هيك، ويا باسة راس ما بدي اسمعها منك، فهمتي؟
إيه شو عبدي عند جوزي؟ أمي وأختي كتير بيسلموا عليكم مرت عمي. الله يسلمك ويسلمون يا بنتي. طيب أنا رح بدل تيابي وإجي شوف شو بدكم خدامة. إيه تقبلني، روحي بدلي تيابك. والله ما في منها الريحانة. إيه والله انحظينا فيها. يا رب الله يجعلها ستر وغطى على أخي ويقدرها تسعده ويسعدها. آمين، الله يسعدهن هن الاثنين. الحمد لله اللي الله عوضنا عن هديك الحرباية، بس بدي رب العالمين يكملها معه وتجيب له صبي. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. يا مو روح لعنده وقل له على لساني أمي بتقلك إنه أبوك ترك عنا أمانة بس ما بتعرف قديش فيها. بس هيك القصة رح تعقد كثير يا أمي. تقبرني أنت قل له هيك ووعده إنه نحن رح ندور عليها بالبيت الكبير اللي مسكر، بجوز نلاقيها هنيك. أمرك. الله معك يا مو. جيت دقيت عليكم الباب وما حدا فتح لي، بقى شو القصة؟ ما في قصة ولا في شيء، كنا أنا وحامد رايحين مشوار هيك برات البيت وتأخرنا بالرجعة. ولوين رحتوا؟ رحنا ندور على شغل. ولقيتوا له الشغل؟ لا ما لقينا له هذا الشغل. هو اللي ما لقانا في الصلاة، هو اللي ما لقانا. حلوة، حلوة. عم تتمسخر ولك حامد؟ هلا الحقيقة عم نكيد. لك حميد ليش صاير غليظ هيك؟ على عشرتك. شو؟ ما عجبني كلامك حميد. اقعد عود فيصل كرمالي، عود زرع بدقني وعود. انا بقول لك هذا مثل ابن نجيب، بس يضرب بوريه بصير مخه ياخذ ويجي. وهلا ضرب البوريه ابو عقلات بياخذه وبيجيبه؟ لك بده يعبي الطاسه، بده يعبي الطاسه من على بكير الطاسه فاضيه، ضرب بوريه شو فيها؟ يعني بفهم من كلامك وكلامه انكم ما رح تقولوا لي وين كنتوا. هات لقول لك، نحن ما بنخبي عليك شيء فيصل. عبي لي الطاسه لنحكي. قبل ما عبي الطاسه، وين كنتوا؟ اشهد ان لا اله الا الله. شآم طيف احلامي وإشراق الأيام، هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعطر الشام أداوي فيه آلامي، وإن الله يعلم ما مدى حبي إلى الشام، إلى الشام، إلى الشام. شآم طيف أحلامي وإشراق بأيامي، هي اللحن الذي أهوى تجلت فيه أندامي، بحب قد غزا قلبي وشوقي